بيت مش المعجة دي بتاعتنا؟ ايوه هي دي. اللي هو قدام على البيت اليومين داي يبقى البنت دي بتسرقها. سيبيها بس هي جايه، هي جايه، سيبيها سيبيها جايه. خدي يا صبيه، خدي يا صبيه. ارجع لكم حاجه يا حبايبي؟ لا لا شكرا يا ماما. رجلي مالك يا ماما؟ في ايه يا ماما؟ رجلي رجعت توجعني تاني، مش قادره. توجعني؟ مش قادره. طب العلاج بتاعك فين يا ماما؟ طيب خلاص يا امنيه، خلاص رجلي. معلش يا ماما، طب هعمل لك ايه يا ماما؟ هساعدك ازاي؟ انا هبقى كويسه، خلاص انا هبقى كويسه. لا يا ماما انا ما اقدرش اشوفك كده قدامي، انا لازم اساعدك يا ماما. مش قادره يا ماما، ما اقدرش اشوفك تعبانه كده. خلاص انا هبقى كويس حبيبي، كملي. لا ما ينفعش. لا ماما انا هروح لعمتي. لا لا يا امنيه، اخر مره رحت لامنيه هزقتك وبهدلتك الجيم. هروح لخلاني يا ماما. لا 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 يا امنيه، لا ما تروحيش لحد خالص، انا كويسه خلاص. انا كويسه يا امنيه خلاص. لا يا ماما مش، لا يا ماما مش مهم، المهم يا ماما ممكن هما يساعدوني. تعالي يا غزل معايا. لا يا امنيه، انا عمتي يا امنيه قعدت تزعلي يا امنيه. لا يا امنيه روحي انت وسيبيني انا مع ماما. يا امنيه يا امنيه انا مش عايزه حاجه حبيبتي، انا كويسه خلاص، انا كويسه. يا ماما اقعدي زي ممكن قلبهم يحن ويساعدوني. يا ماما انا هروح، يا ماما هروح. يا امنيه قولي حاضر يا امنيه. يا امنيه لا يا امنيه. يا ماما الف سلام عليك. مش قادره يا غزل. يا دي عمي. نعم يا أمنية، عاوزة ايه؟ والنبي يا عمي، ماما عمالة تعيط خالص وهي رجلها وجعاها والعلاج خلاص. والنبي يا عمي ساعدني، والنبي والنبي يا عمي والله العظيم عمالة تعيط جامد قوي. والنبي خلصتي خلاص؟ اه. هو انت بنت معكمش غير يا بنت؟ انتوا ما عندكمش دم؟ انت ولا عندك دم ولا انت ولا امك ولا اختك يا بنت؟ مش جيتيلي كذا مرة وقلتلك مفيش معيش اعمل لكم يا بنت؟ يا عم انا جيت لك بقول لك ماما بتعيط وعايزه العلاج ورجلها وجعاها خالص. يا عمي مش قادره تقوم. هعمل لها ايه؟ معيش اعمل ايه؟ طب والنبي بص ايديك. اه ايديا بصيها. خلاص خلصتي؟ والنبي والنبي يلا خد بعضك وامشي يلا. يا عم عسى قدري. والنبي ده البت بقت بارده زي امها، انت ما عندكيش دم يا بت. يلا بت بقول لك ايديك تاني. طب هجيب لك منين معيش؟ هجيب لك منين؟ ماشي يا عم. انت بارده قوي. شكرا يا عم. يلا العفو. حاجة تانية؟ لا لا شكرا. انت باردة قوي. ده البت ما عندهاش دم وباردة زي امها قوي. عمتي 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 في ايه يا امنية؟ فجحتيني يا امنية. ما بالراحة. معلش يا عمتي انا اسف. مالك بس يا امنية؟ في ايه يا حبيبتي؟ يا مالك يا حبيبتي مخضوضة كده ليه؟ في ايه مالك وليه زعلانة كده؟ انا هقول لك يا عمتي، اصل بصراحه يعني كده انا ماما تعبانه خالص ورجليها وجعها ومش قادره حتى ان هي تنزل الشغل يا عمتي، وعايزه العلاج والعلاج خلص يا عمتي. والنبي عشان خاطر ساعديني يا عمتي. والله لك قوه الا بالله. طب يا حبيبتي انا مش عايزاكي تزعلي خالص يا امنيه، بس انت عارفه يا حبيبتي طبعا ان انا ما بشيلش فلوس خالص معايا في البيت وكل فلوسي في البنك. طيب يا عمتي والنبي ساعديني باي حاجه. بقول لك ماما تعبانه، انت عارفه دي عماله تعيط في البيت والله العظيم، عماله تعيط جامد قوي يا عمتي. ده حتى قلت ان عايز يعني عمو الامن ما رضاش يطلعني. ايوه يا حبيبتي معلش يا امنيه انا مش عايزاكي تزعلي. وبعدين يا حبيبه قلبي يعني عايزاكي توصلي لمامتك ان هي ما تعلمكوش الشحاته يا امنيه يا حبيبتي. قولي لها يا ماما قومي يا حبيبتي اقفي على رجلك وانزلي اشتغلي، هتعلمكوا الشحاته من وانتوا صغيرين كده يا امنيه. ينفع برده حبيبتي كده يا عمتي؟ ايوه يا حبيبتي. بصي اقول لك على حاجه، مامتك اصلا مش تعبانه، مامتك بتمثل، انا عارفاها اكتر مني والله. ما بتمثل حتى، تعالي معايا شوفيها يا عمتي. تعالي معايا يا امنيه. يا حبيبتي انا حافظه الكلام ده كله، حافظه الاسطوانات دي كلها. يعني مش هتساعديني يا عمتي؟ امنيه يلا حبيبتي عشان عندي شغل. يلا امنيه. ابوسي ايديكي. والنبي والنبي يا عمتي اوعي يا امنيه عندي شغل والله العظيم تعبانه يا امنيه. ما تخلينيش اتعصب عليكي في الشارع. اوعي بقى يا امنيه. يلا يا غزل بسرعه. يلا يا غزل. طب يا ماما اختك اتاخرت قوي يا غزل، لازم نروح نبص عليها. قلت لها بلاش يا امنيه بلاش، ما بتسمعش الكلام. يا ماما عادي انت يا ماما، راح ادور عليها. لا يا حبيبتي تعالي نبص عليها سوا. يلا يلا يا غزل بسرعه. يا
اعمل ايه طيب بس يا رب؟ اتصرف ازاي؟ انا عايزه اجيب العلاج لماما باي طريقه. يا رب كل ما افتكر شكلها وهي بتعيط تصعب عليا قوي. يا رب اعمل ايه يا رب؟ انا عايزه اساعد. طيب هي مفيش غير فكره واحده بس هي اللي جايه في دماغي، ان انا اسرق. طب اسرق ايه؟ طيب اسرق ازاي؟ خلاص انا اي حاجه اشوفها هسرقها. ايوه مفيش حل غير كده. طيب اعمل ايه؟ مفيش حد عايز يساعدني، عمي مش عايز يساعدني وعمتي مش عايزه تساعدني، اعمل ايه؟ انا جات لي حته فكره حلوه قوي. انا بقى هاخد المعزه دي وابيعها واجيب العلاج لماما، وكمان المعزه لو ما كفتش علاج ماما هروح اخد الخروف ده وابيعه واجيب العلاج لماما. طيب اعمل ايه؟ طيب يا ربي ما انا لازم اعمل كده. طب انا كل ما اتخيل ماما واشفه وهي بتعيط كده بزعل قوي يا رب، وبتصعب عليا قوي. مفيش حل غير كده، وكمان اصلا شكلهم ملهمش اصحاب، انا مش شايفه حد حتى واقف معاهم ولا حاجه. ايوه انا هاخد المعزه. خلاص يا غزل مش قادرة، مش أكتر من كده، مش قادرة أتحرك. خلاص يا غزل مش قادرة. طب بصي واحد، بصي إيه؟ أكيد 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 أمنية رحت عند البيت، تعالي نبصوا عليها. ماشي يلا بينا. هو أنت موقفني كده ليه؟ عشان أوقف لك توت توت تاخديه وتركبيه وتروحي العصافة تجيبي الحاجات دي وتاني الجاي على طول. تمام؟ تمام. استني بقى توت توت يعدي بقى. حاضر. بيت مش المعزة دي بتاعتنا؟ ايوه هي دي. ايه اللي قدام على البيت اليومين دول؟ يبقى البنت دي بتسرقها. سيبيها بس هي جايه، هي جايه. سيبيها سيبيها جايه. خدي يا صبيه، خدي يا صبيه. نعم. بتاعت مين المعزه دي يا صبيه؟ المعزه دي؟ ايه عمو والنبي عشان خاطر اشتري مني المعزه دي والنبي. ايوه قوي 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 اشتريها منك. بتاعتك دي؟ لا بصراحه يعني كده بقى يا عمو، هي المعزه دي مش بتاعتي. امال بتاعت مين؟ اصل انا لقيتها يعني مربوطه وما لقيتش حد واقف جنبها، فقلت اخدها يعني وابيعها. اصل انا بصراحه كنت عايزه اجيب العلاج لماما عشان ماما تعبانه والله، وانا عايزه اجيب لها العلاج. يعني انت عشان امك تعبانه وتجيب لها العلاج تسرق العبد الفقير لله ده؟ اهو سيبي يا بنت المعزه دي بتاعتي يا بنت. يا عم طب حط نفسك مكاني، هتعمل ايه طيب يا عم؟ بنت انت حراميه والمعزه بتاعتي. انا مش هسيبك النهارده يا حراميه. ابدا سيب المعزه بتاعتي. استنك واقع على طول. هسيبها. تعالي هنا، تعالي. مش انا جاي لك انا، ما تروحيش مع حد ما تعرفوش. انت ما بتفهميش ليه؟ خدي خدي تعالي. مش انا قايل لك ما تروحيش مع حد ما تعرفوش؟ ايه ما طمعش فيك البرسيم؟ ما طمعش فيك البرسيم. تعالي. يا هاي يا غزل. ماما انا ما لقيتهاش يا ماما. اختك مش جوه؟ انا يا ماما. طب راحت فين يعني؟ انا دورت عليها. يا رب سلم يا رب. ماما ماما خبيني يا ماما، خبيني خبيكي ليه؟ خبيني ماما بس يا ماما. فين خبيني؟ خبيني يا امنية. فين الباب؟ فين الباب على اختك؟ فين الباب على اختك؟ في ايه؟ يا رحت فين؟ في ايه؟ ما شفتيش بنتي طولها قد كده ولابسه قميص اسود كاروهات كده وبنطلون جينز؟ ما شفتهاش؟ ده انا حالفه مش هسيبها الحراميه دي. واحده هي عملت ايه؟ كانت بتسرق معزتي ولولا انا شفتها انا وجوزي وخدنا منها المعزه كانت سرقت المعزه. ده انا حالفه مش هسيبها النهارده. ما شفتهاش؟ لا لا ما شفتهاش. ما جرتش من هنا خالص؟ لا لا ما جرتش. والله ما هسيبها، والله ما هسيبها. تسرق المعزه؟ امنيه امنيه خلاص تعالي. ايوه تعالي. امنيه تسرق معزه؟ الكلام اللي انا سمعته ده يا امنيه؟ ايه ايه المعزه اللي كانت هتتسرق دي؟ احكي لي على كل حاجه يا امنيه. انا مش ناقصه وجع قلبي يا بنتي، احكي لي. ماما انا احكي ماما انا احكي لك بس والنبي ما تزعلي مني. احكي يا امنيه احكي يا حبيبتي. بصراحه يعني كده انا رحت لعمي ورحت لعمتي يا ماما ورحت لخلاني، بس هما كلهم عزقوني وقالوا لي امشي يلا انت ما عندكيش دم وشتموني يا ماما. ما انا قلت لك بلاش تروحي. انا قلت لك يا امنيه. بس انا كنت عايزه اجيب لك يا ماما العلاج باي طريقه، ما عرفتش اتصرف ازاي، فلقيت كده يا ماما معزه وخروف مربوطين يا ماما، فقلت يعني ايه هو اكيد ما لهمش اصحاب عشان ما فيش حد واقف معاهم وكده، ففكيت المعزه واخدتها يا
ماما وقلت ابيعها لاي حد عشان اعرف اجيب لك العلاج. لحد طنط دي شافتني طلعت الماده دي بتاعتها قعدت تجري ورايا يا ماما. يا امنيه انت غلطانه يا امنيه، في حاجه مش بتاعت حد دلوقتي يا امنيه. يا امنيه بتسرقي المعده ليه يا امنيه؟ افرض دلوقتي الست دي كانت مسكتك ووردتك الاسم، انا كنت عملت ايه؟ كنت عايزاني اموت يا امنيه؟ كنت عايزاني اموت يا امنيه؟ بعد شويه عليكي والله ما كنتش قصدي يا ماما ان انا اسرقها والله. عيني وجعاني يا امنيه مش قادره والله. عافية يا ماما معلش. انا ما كانش قصدي اسرقها والله، انا قلت يعني ان مفيش حد واقف معاهم يعني ما همش اصحابي يعني اخدها عادي. يا ستي حتى لو كنتي اخدتيها امنيه وبعتيها وجبتي لي علاج بالفلوس بتاعتها كنت هتعالجيني بالفلوس، حرام يا امنيه. يرضيكي كده برضه انتي التربيه اللي انا ربيتها لك. انا كنت عايزه اساعدك اعمل ايه يا ماما؟ اساعدك ازاي طيب؟ انا يا ستي انا هتكل على نفسي وانزل اشتغل خلاص يا امنيه. لا يا ماما لا لا يا ماما لا يا حبيبتي لا يا ماما حقكم عليا حقكم عليا والله انا اسفه انا اسفه والله انا بهدلتكم معايا.